بي ماني فولورز، حاجة كويسة جدا ان انت تبقى محتاج فلوس في شهر معين، عايز تتجوز، عايز تشتري عربية، عايز تدفع قسط الجامعة بتاع ابنك، عايز تعمل اي حاجة، فتلاقي تطبيق ماني فولورز بيقولك ادخل عندنا حدد الميعاد اللي انت عايز تقبض فيه الجمعية واحنا نقبضك الجمعية. بس لما يكون واحد عامل جمعية ب100,000 جنيه مثلا، وال100,000 جنيه تلاقي نفسه هيقبضهم في شهر فبراير 75,000 جنيه، يقول لهم يا جماعة ليه كده 75,000 جنيه؟ فيردوا عليه يقولوا له حضرتك انت الجمعية ب100,000 جنيه وانت مش هتدفع القسط في الشهر اللي فيه الجمعية، فانت بدل ما يبقوا 90,000 هيبقوا 75,000. طب معنى كده انت واخد مني 15,000 جنيه مصاريف ادارية عشان تدخلني في جمعية ب100,000 جنيه؟ معلش سوري، يعني هو المبلغ يعني 15% في 10 اشهر كبير قوي ان انا ادفع، يعني انا لو واخد قرض مش هيبقى المنظر ده. بس حتة ان انا عندي القدرة ان انا اعمل اثبات دخل واخش على التطبيق واطلب جمعية في شهر معين فيديهاني، دي حاجة كويسة جدا. بس المصاريف الادارية بتاع التطبيق عالية جدا. لو ما كنتش تعرف ان المصاريف الادارية بالمنظر دوت، ولو ما كنتش تعرف ان انت لو عايز تاخد الجمعية في الاول فليها مصاريف ادارية معينة، ولما تيجي تقبض الجمعية في الاخر خالص فممكن ما تدفعش مصاريف ادارية خالص، لان انت واخد في الاخر خالص، يعني كأنك بتحوش فلوس عندهم فبتقبضها في الاخر. فلازم تعرف الموضوع ده قبل ما تستخدم تطبيق ماني فولورز في الجمعيات او تحويش الفلوس لأي حاجة. شير ولايك وسبسكرايب لو مكنتش عارف أي معلومات من المعلومات اللي قلتها في التطبيق.